مروان جمعه نائب رئيس الاتحاد الاردني، الاردن تكتب التاريخ في بطوله كاس اسيا اللي بقول عليها كاس العرب. الحمد لله لسه ما انتهينا، المهمه ما انتهت. هاي رساله للفريق دائما، بعد كل مباراه بنفرح ننبسط بنغني بعدين بنحكي المهمه ما انتهت. ده انتوا ناويين بقى من اول البطوله؟ من اول البطوله حكينا المهمه انتهت. مباراه واحده ان شاء الله. بس ده كل الناس كان بتقول ان انتوا هتيجوا وترجعوا بدري. خلينا نحكوا هيك، اي بين الصح. عندنا المواهب، عندنا المدرب، عندنا اللعب الحلو، عندنا كل الدعم متوفر، فحقهم يحلموا وحقهم يطمحوا بالبطوله، وهينا وصلنا على النهايه ان شاء الله. رساله دي ان الاردن بخير والكره الاردنيه بخير. الاردن دائما بخير. رسالتك ايه للعيبه دي بصراحه النهارده؟ انا قلت لهم بحب كل واحد فيهم زي اولادي، وانا شخصيا اشتغلت كثير مجالات، لكن هذا الفرح وهذا الشعور، هذا الانجاز متفرح امي باكملها، احلى شعور بالدنيا. الحمد لله. جيل زهري ده مروان، انت قريب منهم وبشوفك معهم حتى في غرف خلق الملابس، معاهم طول الوقت، بعتبرهم زي اولادي. لكن الحلو هذا الجيل مش فقط الموهبه، مخافه الله، النيه الصافيه، الانضباط، الالتزام، ولا حدا بيدخن ولا حدا بيطلع، كله غرفته الساعه 11، بياكلوا صح، بيدير بالهم على حالهم بعد المباراه فورا، تريتمنت، بيدير بالهم على حالهم فورا، عارفين انه الاحتراف هالايام ما ينفعش اذا عندك الموهبه لحالها، اذا ما كنت بدنيا جاهز قد ما تكون موهوب ما راح يبين. شفنا اليوم انه اذا ما بتركض 90 دقيقه في الملعب قد ما تكون موهوب ما بينفع، يعني مدركين الاحتراف الواحد يدير باله على حاله اول شيء. سعاده مروان، انا كمان حاسس ان المنتخب ده صاحب قضيه، اللعيبه دلوقتي طلع حاطه الكوفيه الفلسطينيه في كل، امبارح الاستاذه سمر بتقول فرحتنا منقوصه عشان غزه. نحن بنفرح، نحن والشعب الفلسطيني امي واحده، يعني قدرنا قدر واحد، وبهالظروف الصعبه نفرح اهلنا في الاردن، وعم نشوف كيف اهلنا بغزه كنا مبسوطين، حتى لو شوي بنفرحهم، حتى لو ساعه ونص يغيروا شوي مزاجهم من عكر اخر اربع اشهر، ونعطيهم امل ها يفرحوا شوي، هذا اللي بدنا احنا نقدمه للشعب الفلسطيني وشعبنا بلاد. ما حدث في الدوحه معجزه؟ نحن مدركين اللي انا مش معجزه، اقول لك ليش، نحن عارفين المواهب اللي عندنا، عارفين المدرب اللي عندنا، وعارفين الامكانيات اللي عندنا، يمكن حدث لحد الان تاريخ الاردن، مش لسه ما انتهينا. آن الاوان نشوف الاردن في كاس العالم 26 امريكا. طبعا هدفنا لاسمى كاس العالم، عندنا مباراه مع طاجكستان فريق مستحيل شفناه، عندنا مباراه مع السعوديه، مباراتين مع باكستان، نوصل على الملحق النهائي ان شاء الله خير، هذا هدفنا. عاد النشامه للمسار الصحيح بقوه 100%. 100%. حبيب قلبي.